المباراة النهائية وسيغيب الآخر مبتعدا عن الأضواء. بالتأكيد الكل ينتظر هذه الإثارة. نتذكر بأن في فترة من الفترات كان نادي ليون عقدة حقيقية لريال مدريد ونجح في الفوز عليه في المسابقة الأوروبية، ولم ينجح ريال مدريد في فك تلك العقدة إلا في المواجهة الثامنة بين الفريقين. خلصت بدون مجهود. سيرجي داردا فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، فرصة لوقع الكرة في الشباك. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. يا عيني على العرضية، تروري تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في الأرض الماضية، تدخل ممتاز، بيخلص الخطورة من منطقته. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. تروري ممتاز الكرة العرضية، بيلعب الكرة على الطاير، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. الدفاع بعد تمريرة ضعيفة، الكرة في العمق بعرضية مثالية، بيخلص الكرة ويبعد الخطورة. ولعب الشوت، شتت الكرة في هذه اللقطة. وتنتقل للفريق الآخر. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة مقطوعة في الوقت المناسب، شوف التدخل كان ممكن تسبب مشاكل في اللقطة الماضية. المنافس يسيطر على الكرة. شوف الاحتكاك البدني، شوف محاولة استخلاص الكرة. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. قبل ما توصل إلى منطقة الخطر، الكرة مقطوعة في خط الوسط. عرضية في العمق، كرة
شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. تراوري أرضية ممتازة، ضربة ركنية قد تفتح الطريق بمبدأ الأمان. خلص المدافع، تمركز ممتاز من اللاعب، يحسب هذه تصويبة مهونة غير عادية من حارس المرمى. شوف إيقاف الكرة، نبيل فقير المساحة أمامه ليرسل كرة عرضية، ابعد الخطورة عن منطقته. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، كرة داخل المنطقة بعرضية ممتازة. شوف اللقطة، شوف الهدف، شوف الكرة كيف كانت في المرمى. نبيل فقير حكم بضيف دقيقة واحدة كعقبة الضايع. تغطية سليمة بيبعد الخطورة، وتبعد الخطورة. رائع جدا الفريق في الشوط الأول، 45 دقيقة مثالية، تقدم رائع في النتيجة، الآن راحة كبيرة في مسألة الاستراحة، الأكيد بأن المدرب راح يحاول تحفيز اللاعبين حتى يبتعدوا عن مسألة التراخي والاستهتار في شوط المباراة الثاني، وحتى يتفادوا أي أخطاء تفقدهم هذه النتيجة الإيجابية. تواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية شوط المباراة الثاني. أنطوني لوبيز يترك المدافع خلفه، يتقدم فيها الى الامام. نبيل فقير، تراوري تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكره في اللقطه السابقه، دفاع بيخلصها بشكل ممتاز قبل ما تسبب مشاكل. سيرجي داردر كرة رائعة وانسجام، فرصة هدف فينا، كرة تأتي متناول حارس المرمى. تصل بالتمريرة الرأسية، كرة بتصبح
تحت في سيطرة الفريق المنافس. مدرب الفريق الضيف على وشك أن يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. يا سلام على التحرك، شوف التوقف، شوف اعتراض الكرة بشكل سليم. فريق الخصم بيخلص الكرة. تراوري ولعب الشوت، كرة إلى خارج الملعب بالتماس. المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. ديباي، نبيل فقير، اللاعب تعرض لإصابة، أعتقد بأن ممكن يكون شد عضلي. كرة بشكل سليم لكن التمريرة كانت خاطئة. تدخل على حمل الكرة، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الطرف. والكرة في مكان مناسب بعد الكرة الأرضية. ديباي ستعود الكرة لضرب المرمى. نبيل فقير، واضح ان مدرب الفريق الضيف راح يجري التغيير الان. واضح بان يشكوك، شوف الكنترول، الله على نبيل فقير. كرة ترتد من الحارس لكن ما انزلت في الملعب. نبيل فقير يضرب الان، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. ايقاف اللاعب من جانب الحكم حتى يتمكن ايضا اللاعب اللي طاح على ارضية الملعب من تلقي العلاج اللازم. الان الحكم يعمل عملية الاسقاط بعد خروج اللاعب المصاب، يعني خوفا من تفاقم الاصابة. المدرب فكر بتغيير اللاعب اللي تعرض لاصابة كانت بسيطة في اللحظات الماضية. شوف التصدي، شوف لقطة حارس المرمى، شوف التمركز، شوف منع الكرة من دخول الشباك. الحكم يقرر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. ممتاز الفريق في مباراة اليوم، يكمل المشوار حتى النهاية ويرجع في بلوغ النهائي. متعطشون إلى الانتصار، يريدون أن يحملوا الكأس. الحلم الآن أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى.